شاء الله تبارك الله، هاج ذكر الكناري على النافية. اليوم التاريخ 23/4/1439. ما شاء الله، بعد ما شرب من خلطة ولدي الشرقية تعطيش 24 ساعة. شوف الذكر هايج على النافية يا شباب. مرحبا مرحبا. هذا أول حالة بعد تعطيش 24 ساعة يا شباب. ماذا أرى في تاريخ 23/4/1439؟ والله أن هذا الذكر نوي هنية على النافية. أصعب تصوير عندي يكون الكناري إذا جيت أبي أصوره صراحة، لأنه بسرعة يوخر، ما بزي العصفور الحب أو زي الكروان. شوف 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 شوف، هذاك هايج الذكر على النافية بعد. ما شاء الله، اليوم يوم الكناري إن شاء الله. شوفوا شوفوا، أصعب تصوير الكناري. أنا مشكلتي إذا جيت أصور يجي أحد يتصل علي ويخرب التصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شباب. اليوم التاريخ 23/4/1429 يا شباب. شوفوا أنا معطش العصافير والكناري 24 ساعة، شايل المي عنهم من الساعة 10 البارح بالليل، والآن بحط لهم خلطة ولد الشرقية. تخيل يعني 24 ساعة. يفضل نحط لهم معلقتين على هذه نفس هذه العلبة أم ريال. زين، شوف أول ما نعبيها نص، وبعدين نزيدها. بعد طبعا عبيتها نص يا شباب، نحاول نرجها دقيقة بس. بعد ما رجناها يا شباب نعبيها، مو شرط كذا كويس. اوكي لحظة، هذا يا شباب شوف انا معطشنهم والله العظيم من الساعة 10 امس بالليل، والان الساعة 10. زين شوف، كل علبة كل قرشة من هذه نحط معلقتين. اذا اول مرة ما يتقبلوا حط نص معلقة او معلقة من الخلطة. اوكي يا شباب، هذه خلطة ولد الشرقية جاهزة حق الانتاج، تحسين الانتاج. لو تلاحظوا هذا شوفوا عطشان العصفور. شوف الحين انا عطشتهم. زين بوريكم انه اذا عطشتهم هي زينة حق التساعد حق الانتاج. شوفها قصب يشربوا طبعا. وين اللي يقولوا بيموتوا بيموتوا؟ احنا الحين يا حبيبي في الشتاء. لحظة بس، مشكلة معي هذا شباب. بس زين، هذا عطينا الكروان يا شباب. شوفها الحين يجي يشرب قصب علي، يجي يشرب ما هم رضاه لانه معطش. زين، وهذا الثاني اللي عطشان الحين بحطه بقطيه. شوفها شوف شرب. شفتوا هذه الخلطة اللي لكم تهيج الذكور جنسيا. وهذا النافية شوفها، هذه النافية ما هو جاهزة يا شباب، هذه النافية ما هو جاهزة. شوفوا العطش كيف يسوي يا شباب، 24 ساعة خليتهم. زين، وهذه يقول الأمر عسى سواريك من اللي يقولوا ما يشربوا ما يشربوا. لحظة بس شوف هاك، يلا شوف ما شاء الله. هذا بعد عطشان هذا الجوز. مو شرط نقيره يوم كامل، يوم الثاني تغيره، مو شرط يعني 24 ساعة، تخلي يوم ثاني. غصبا عليهم يشربوا يا شباب.
هذه الطريقة الصحيحة لتعطيش الطيور. ثاني نشوف يشرب ولا ما يشرب. شوف يدور الماي وينه يا شباب، يدور الماي وينه. احتمال هذه خلاص قطة بيض، احتمال انا ما ادري والله. هذه 100% قطة بيض يا شباب. زين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.